مصر حصل فيها ايه النهارده؟ النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض الخطوات التنفيذيه لتطوير منطقه شرق بورسعيد مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس وفقا للمخطط العام اللي تم اعتماده للتنميه بمنطقه قناه السويس. تم عرض مخططات توسعه ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء محوري على الصعيد العالمي، بالاضافه الى تطوير الظهير الصناعي واللوجستي وانشاء منطقه صناعيه على مساحه 40 مليون متر مربع تهدف الى توفير حوالي 400,000 فرصة عمل، وده غير تطوير البنية الأساسية للمنطقة. أما بخصوص قناة السويس الجديدة، فوزارة الدفاع نشرت فيديو على موقعها على اليوتيوب بيحمل عنوان قناة السويس الجديدة عبور جديد، وده الفيديو اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. العبور حلم راود المصريين وتحقق في حرب أكتوبر عام 1973. أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء. مع أن ظل مشتعلا في النفوس على مدار السنين، كان العبور دافعا لميلاد عهد جديد، وظل باعثا لاجتياز حاجز الخوف وبناء الإرادة. نيجي ونفتتح المرحلة دي ونعبر في القناة الجديدة. العبور الثاني فصل جديد في تاريخ الأمة المصرية، وقيادة شابة تعيد بناء جسور الثقة والأمل. احنا بنسابق الزمن. في الخارج تتوالى حملات التشكيك في قدرة المصريين على تحقيق الحلم. في الداخل القائد يدعو إلى الاكتتاب الشعبي، والمصريون يلبون النداء، وتتساءل الجماهير هل نستطيع؟ نعم نستطيع. وبدأ الزحف الشعبي صوب القناة عبر عام واحد تجلت فيه الإرادة المصرية الصلبة على أروع ما تكون، وانهار الحاجز النفسي وبدا الحلم البعيد قريب المنال، وحفر المصريون مجرى القناة الجديدة بقلوبهم قبل أن يحفروه بأيديهم. العالم يشتعل، الأنظمة تتهاوى، بينما الجيش المصري يحمي الحدود ويواصل ملحمة التصدي للإرهاب شرقا وغربا. الأنفاس تتصاعد وعيون المصريين تترقب مؤشر الإنجاز. كم حفرنا وماذا بنينا؟ خلايا النحل لا تتوقف، والبناؤون العظام يصلون الليل بالنهار تحت مظلة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 259 مليون متر مكعب من الرمال تم إزالتها في أكبر وأضخم عملية تكريك شهدها العالم، عبر مشاركة 45 كراكة تمثل 75% من قوة التكريك العالمية. قناة السويس الجديدة حلم جديد يزيد من دخل مصر القومي من العملة الصعبة، ويرتفع بإيراد القناة من 5.3 مليار دولار ليصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2023. مشروع عملاق يقفز بقدرة القناة الاستيعابية. طيب ده رامي، طبعا ده فيديو جديد عن المشروعات اللي هي متعلقة بتنمية محور قناة السويس. زي ما احنا شفنا في الفيديو الأول اللي هو كان تقريبا من سنة، ما كناش مصدقين ده هيأخذ طريقه انه يتنفذ ويبقى حقيقة واقعة. نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان ده، مش بس نتمنى، احنا متأكدين بإذن الله انه هيتنفذ، والمشروعات دي هترى النور وتعود بالفائدة على كل المصريين بإذن الله.